تألق النجم السوري باسم ياخر من خلال دوره في مسلسل على صفيح ساخن، والذي يلعب فيه شخصية هلال الحجار، وهو كبير عائلته الذي يتعرض بعد وفاة والديه لنكبات كبيرة توصله إلى الحضيض. إلى موقع تصوير على صفيح ساخن وينضم إلي باسم من دمشق. أهلا فيك باسم بسكاي نيوز عربية. شكرا لانا، سعيد جدا بالتواجد معك على سكاي نيوز. باسم، الناس عم بيقولوا انه العمل يشكل عودة الدراما السورية، انت لما قرأت النص شو كان انطباعك الاول؟ موجودة الدراما السورية، ما بعتقد رجعت الدراما، يعني دائما كان في اعمال. صحيح، ما بدي اقول كل سنة، بدي اقول كل سنتين او ثلاثة كان عم يطلع عمل مهم، من الندم للعراب واحد للعراب اثنين لبعض الاعمال اللي اشتغلون مخرجين كبار مثل استاذ مثنى كمان، يعني دائما موجود اعمال مهمه. المشكله كانت دائما لانا هي بالحاله العامه اللي مرينا فيها من حيث تراجع الظرف الانتاجي وتراجع بصراحه الطلب التسويقي من قبل المحطات العربيه. احيانا اليوم تعاملت المحطات مع الدراما السوريه بصراحه كيعني دراما غير مرغوبه لمده سنوات معينه. والمصيبة إنه عهر الكرة الأرضية كلها عم يتمارس هون بهالمنطقة ومو ناوي يحل عنها. اليوم هذا الشيء عم يبدأ يتغير إن شاء الله، وهذا الشيء أثر على دراما، يعني فدراما مرضت لكن هي موجودة وبقوة. اليوم مشكلة كمان إنه كوادر الدراما راحت صارت عم تشتغل بالدراما المشتركة، فالدراما السورية كل الناس اللي بتشتغل فيها من مهارات وكفاءات فنية وغير فنية عملت هجرة، خلينا نسمي. أنا كبير لهالبيت. العودة لهذا الورق أو لهذا النص اللي هو نص جميل جدا كاتبه أستاذ علي وجيه وأستاذ يامن الحجلي، نص حقيقي بيلامس شيء حقيقي واقعي، مانو خيالي أو خلينا نقول في نوع من المبالغات، خلينا نقول الغير منطقية أو القفزات لا معقولة في الأحداث. لا، موضوعي جميل مشغول بعناية، في حوارات عميقة ويلامس صلب حالات إنسانية مهمة. باسم، شو المميز بشخصية هلال على صعيد الأداء؟ يعني شخصية هلال شخصية حدا بيكون مدير وصاحب شركة سياحية بمر بانهيار كامل، ليس انهيار مادي فقط، انهيار لكل شيء محيط فيه بالحياة. وهذا الشيء اللي نحن عم نحكيه هو الحقيقة مصائر كتير من الناس. يعني اليوم نحن هاي الحالة اللي صارت سياسيا واقتصاديا في المنطقة العربية من 10 سنوات إلى الآن هي حالة رافقتها انهيارات عائلية واجتماعية وبالقيم وبكل شيء. اليوم هذه القصة هي قصة نجاة عائلة، البحث عن طوق النجاة لعائلة يقوده الأخ الأكبر في هالعائلة اللي هو هلال الحجار، اللي هي الشخصية اللي أنا عم بعملها من خلال أحداث مشوقة، لأنه بيتورط بشيء كتير كبير، بيلاقي حاله فجأة من شخص ذو مكانة ومصاري إلى شخص مدمر بالكامل، لكن بنفس الوقت بيرجع بينتصر بقوة الإرادة، بقوة إرادة الوجود والثبات وقوة الحب لعائلته، بيقدر يلاقي طريق الخلاص للعائلة بأكملها. أسهل ما عليهم يخفوك تحت سابح أرض. خلصت مهلتنا لك هلال؟ إذا بتقرب على عائلتي يا أبو كرمه لأحرق الأخضر واليابس. سألت سيف عن سبب اختياره لنجوم العمل. ما كان لازم تسألي أبداً لسيف سبيعي، سيف سبيعي ما بينسأل نهائياً. قال لي باسم عم يشتغل دور عكس شخصيته تماماً، شو كان عم بيقصد؟ هو من وجهة نظر أستاذ سيف أنا دائماً كنت جسد شخصية القوي العنيف أحياناً الشرير، ما بدي أقول الشرير، أو القاسي، الشخص التاف بالحياة. صحيح، هاي الشخصية شخصية حساسة لطيفة متألمة جدا، لكن أيضا بتحول لشخص قوي جدا، لكن للحظة النهائية هو مشبع بالعاطفة ومانه بهذا الجبروت أو هالعنف اللي متعود عليه أنا ببعض الأدوار. سلم على حبايبك.
عندي حل لمشكلة التوزيع تبعك. باسم، الشخصيات الصعبة كيف تشتغل على بناء ماضية وداخلها إذا صح التعبير؟ مخيلي أنا ما بشوف موديل لشخصية وباخده، هي عبارة عن تاتشات وتفاصيل بتاخديهم من الحياة بشكل عام، بالإضافة إلى مخيلتك شو بتقدم، فهي المخيلة بشكل أساسي. بعتقد أنت صاحب أكبر مخيلة عرفتها، يلي بيقدر يشوف مسلسل ببساطة بيقدر يعرف هذا الشيء. من وين بتجيب باسم هالمخيلة بالقراءة أو الملاحظة؟ هي لأنا هي الحقيقة حالة تراكمية كمان، يعني نحن عم نحكي عن فترة سنوات طويلة من العمل بهذه المهنة، زائد أنا حدا قارئ جيد، كنت قارئ جيد، هلا ما عاد عندنا وقت نقرأ كتاب للأسف، صلي سنوات شوي هيك صلتي بالقراءة متراجعة، بس أنا قارئ عدد كبير من الكتب، والكتب تحديدا الأدبية، الروايات والأعمال الأدبية، هذا الشيء كتير كان مهم بفترة من حياتي، يعني استمرت لسنوات طويلة جدا، فهذا شيء كتير كويس. بالإضافة اليوم للمشاهدات، أنا رجل بدور بيحتك بالشارع، بينزل بيشوف العالم، من يوم يومي كنت هيك، اشتغلت بمهن كتيرة، ما عشت حياة مريحة جدا، باختياري الشخصي ما عشت هاي الحياة المريحة، يعني أنا كنت دائما أبحث عن طرق وسائل، ففي نوع من مشاهدات بتعمل لك بالذاكرة تبعك مثل يعني نوع من التنوع، بتصيري تتذكري شخصيات انت شايفتيها بتعرفيها ملامستيها عايشتيها، ف يعني هذا بيساعدك كممثل، واحد بيساعده كتير هذا الشيء بالاداء. طب لما بتتقاطع اوقات بعض الشخصيات مع حياتك الشخصيه، بتجرب تنساها تماما او بتستخدم جزء ولو بسيط منك بالدور؟ كل ممثل بكل شخصيه بيأديها شو ما كانت، في ولو لمسه بسيطه منه اجباري. صحيح، فإجباري في لمسة بسيطة مني بكل شيء أديته، حتى الكوميدي في اللمسة الصغيرة تبعي، أحيانا ما بيلاحظوها الناس بس هي موجودة، اللمسة تبعي دي هي أنا بقراها شوي بالكوميديا، لأنك بتعرفيني على الشخصي، على الصعيد الشخصي بتعرفيني. وين أصعب المشاهد يلي أديتها وليه؟ والله كتير صعب العمل، يعني العمل تنوعه بأماكن متنوعة كتير، يعني بصراحة هو في عدد هائل من اللوكيشنات، التنقل ما هو سهل، صعب، ولوكيشنات صعبة، يعني لوكيشن مقلب القمامة لحاله بيهلك. عندنا كان تصوير بأماكن مهجورة وقديمة، مصنع مهجور، بالحقيقة ترافق هذا التصوير مع موجة البرد اللي كانت موجودة. أنا كممثل يعني بالنسبة لي هذا الموضوع بيعذبني يومين ثلاثة، بس كرو العمل الطاقم اللي عم يشتغل بشكل يومي واللي قاعد ما بيغادر التصوير نهائيا، حرام تعبوا كتير، والله تعبوا كتير، تعذبوا كتير، والعمل صعب جدا لكن ممتع. باسم، شكرا كتير لأنك سمحت لنا ناخد هالعشر دقايق من وقتك بالتصوير، كل التوفيق لألك. شكرا لألك لأنا، شكرا لك، دائما بتواكبينا وبتتابعينا بكل أعمالنا، وصار لنا تاريخ طويل مع بعض بكل رحلة الدراما اللي اشتغلناها، شكرا لأنا.